السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في قناتي وصف مطبخ. حبايب قلبي يا رب تكونوا بألف خير يا رب. النهاردة هعمل معاكم الزلابية أو لقمة القاضي بطريقة سهلة وبسيطة جدا وهتعجبكم بإذن الله، وكمان هقول لكم على السر اللي يخليها مقرمشة وتكون شاربة الشربات. ويلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تابعوا معايا الفيديو للآخر ونشوف هنعملها مع بعض إزاي. اول حاجة نبدأ بيها الشربات. انا عايزة الشربات يكون بارد ويكون تقيل، هستخدم كوبايتين من السكر وعليهم كوباية من المية. هبتدي اقلب السكر مع المية بالشكل ده، هفضل اقلب فيهم شوية كده لحد السكر ما يدوب، وبعد كده بوطي النار عليه. اول ما ياخد غلوة هبتدي اوطي النار عليه، بعد كده هنزل بعصير نص ليمونة اهو، هسيبه 5 دقايق بس لحد ما ياخد كمان غلوة كده وبعد كده هطفي النار عليه. وتعالوا بينا يلا نعمل الزلابية مع بعض. اول حاجة عندي كوبايتين من الدقيق، دول كوبايتين دقيق منخولين، دول بالكوباية المعيارية دي او اي كوباية تعيري بيها، بس انا عاملاهم بالكوباية دي. ومعايا كاستر، انا هستخدم 2 معلقة كبار، ومعايا ده خميرة، هاخد 2 معلقة صغيرة خميرة ورشة ملح صغيرة ومعلقة صغيرة سكر، ومعايا لبن بودر، ومعايا مية دافية وزيت للعجن. اول حاجة اجيب البولة او الطبق اللي انا هعمل فيه، بعد كده هنزل بكوبايتين الدقيق بالشكل ده، بعد كده هنزل برشة ملح وكمان 2 معلقة صغيرة من السكر، هنزل عليهم ب2 معلقة صغيرة خميرة، نزلت عليهم ب2 معلقة كبيرة من لبن بودر. بصوا بقى، السر في القرمشة في الزلابية هو النشا او الكاستر. انا بحب استخدم الكاستر لان بيدي طعم حلو قوي، ولكن النشا برضو بيدي نتيجة مقرمشة برضو حلوة، بس انا حباب الكاستر. فلو عندك نشا ممكن تضيفي له نشا عادي، بس انا حابه الكسر بيدي طعم حلو قوي وريحه حلوه للزلابيا. وانا كده استخدمت 2 معلقة من الكسر. هو ده السر القرمشه بتاعه الزلابيا اهو، اقلبهم كده بالشكل ده كده. بعدين هستخدم 2 كبار من الزيت، هقلب الدقيق بالزيت بالشكل ده كده اهو. هستخدم ايدي بدل المعلقة عشان اعرف القوام بتاع العجينة. هبتدي اضيف بقى للدقيق بتاعي المية، هو هياخد 1.5 كوباية من المية على حسب نوع الدقيق، لان الدقيق بيفرق من دقيق لدقيق وحسب قوام العجينة. انا استخدمت 1 كوباية، وده 1 كوباية التانية اخدت منها نصها اهو. لازم نعجن كده بالشكل ده، انا عايزه العجينه تدخل لها هواء لحد ما تنعم وتبقى بالشكل ده كده. شايفين قوام العجينه اهو. بعد كده هغطيها واسيبها ترتاح لمده 1/2 ساعة لحد ما تخمر في مكان دافي. وهي كده العجينه بتاعتي خمرت اهي وتضاعف حجمها. هبتدي بقى اشيل الاسترتش رول كده، وهنزل العجينه بتاعتي في كيس تلاجة، اي كيس عندك عادي، كيس تلاجة عادي او كيس حلواني الموجود عندك في البيت تقدري تستخدميه. هبتدي انزل الخليط بقى في الكيس ده وارجع لكم تاني. حطيت الزلابيه بتاعتي في الكيس اهو، واخرج بقى الهواء، بعد كده هربط الكيس. وتعالوا معايا على البوتاجاز، عندي طاسة على النار فيها زيت غزير، هخلي الزيت بتاعي يسخن، ما يسخنش قوي يبقى دافي بس. وبعد كده هنزل بالزلابية بتاعتي بالشكل ده، اقطع الكيس الاول حتة من الكيس كده. بس اهم حاجة الجزء اللي بنقطعه عشان نشكل بيه هو اللي بيفرق معانا اذا كانت الزلابية كبيرة او صغيرة. الاول هجيب المقص وابله في الزيت كده، وهبتدي اشكل بيه العجينة بتاعتي بالشكل دوت كده. لازم الزيت بتاعنا يكون لا سخن قوي ولا بارد قوي، يكون متوسط يعني. ونبدأ بقى نقطع بالشكل ده كده اهو، سهل جدا. وممكن تعملي بمعلقة شاي برضو براحتك خالص، بس انا شايفة ان الكيس احلى من معلقة الشاي، بحس ان هو سريع كده
في العمال بس براحتك خالص، على اي نوعيه تحبي تقطعي بيها الزلابيه بالشكل ده وتقسميها الى كور، تكبري او تصغري براحتك لحد ما توصل للون اللي انتوا شايفينه ده. انا بحمرها على مرحلتين، هبتدي بقى اخرجها من الزيت بالشكل ده، هو ده اللون اللي انا عايزاه اهو. هنزلها في صينيه بالشكل ده او طبق لحد ما تبرد، وهبتدي انزل بقى بقيه الكميه بتاعتي وهرجع لكم تاني. انا كده خلصت الزلابيه بتاعتي، هبتدي بقى وهي بردت اهي هبتدي احمرها المرحله التانيه. نزلت في الزلابيه بتاعتي والزيت وهو سخن اهو، وافضل اقلب فيها لحد ما تاخد اللون الذهبي الجميل. ما تغمقهاش قوي، لازم تكون لون ذهبي حلو. هي كده اخدت اللون الذهبي الجميل اهو، هبتدي اخرجها من الزيت. وبعد ما خرجت الزلابيه من الزيت هبتدي بقى انزلها في الشربات مش اقل من دقيقتين. بعد كده بصفيها في مصفى، شايفين شكلها اهو عامل ازاي، طعمها تحفه ومقرمشه من بره، وكمان هتقعد معاكي يوم واتنين وتلاته ومش هيجرالها اي حاجه خالص. شايفين اهو شكلها جميل جدا وطعمها تحفه ومقرمشه، جربوها بالطريقه دي وان شاء الله هتعجبكم. وكده الفيديو بتاعنا النهارده خلص، اللي عجب الوصفة بتاعتي ينزل يعمل لي لايك، ومستنية تعليقاتكم الجميلة اللي بتفرحني جدا جدا، واشوفكم على خير يا رب الفيديو الجاي. مع السلامة.